بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. شكرا جزيلا لكم. نحن نرى كمشفقين على البلد، لا أقول كمعارضة، ولكن كل الناس المتحررة من عبودية المنصب وقرب السلطان الذي تسبح بمنافعه، كل هذه الناس مشفقة على أن تكون هنالك تعديلات دستورية في غير محلها، ليست لها أي ضرورة وطنية، ليست ناجمة عن إشكالات محددة. كل ما في الأمر أنه كما أنا قلت في البرلمان أنه موريتانيا عبارة عن طائرة مختطفة من 2008 إلى حد الساعة، وأنها بعد التيه لا بد لها في كل مرة من النزول كي تتزود بوقود الدعاية. المرات الماضية كانت دعايات الانتخاب. من يختطف موريتانيا؟ يختطف طبعا الانقلاب العسكري في 2008. كما تعلم موريتانيا مرت بانقلابات عسكرية كثيرة جدا، ولكن انقلاب 2008 هو الذي ظل وصمة عار، وسماه المجتمع الموريتاني انقلاب، وأضحى يعني جريمة، لأن الناس تدرك بأن ذلك الانقلاب لم يكن له من سبب في مجال الحريات، لم يكن هنالك معطل سياسي واحد داخل السجن. في مجال الاستقرار السياسي كان هنالك نظام منتخب ديمقراطي وحكومة ائتلاف وطنية، فلم يكن هنالك من داع لذلك الانقلاب إلا كما قال صاحبه، لأن الرئيس قد عزلنا كما قال، ولذلك ردت فعل. أنا قبل أيام تمت مقاطعتي في البرلمان لأنني قلت إن من يريد تخليد المقاومة في الشعارات الوطنية مثل العلم وغيره، يعني المقاومة، يجب أن يسمح للنواب بأن يقاوموا رغبته في تغيير العلم والنشيد، يجب أن يشجع استقلال السياسيين والأفراد الموجودين من حوله، يجب أن لا يعاقب الناس نظرا لرأي. نرفض هذه التعديلات أولا لأنها ليست ضرورية، لأنها ليست إجماعية، لأنك لا يمكن بادئ الرأي أن تقتنع بأن هنالك حاجة حقيقية من خلال الخطاب الإعلامي. هنالك حديث عن لون أحمر بالعلم الوطني، اللون الأحمر هذا ليس في الثقافة الإسلامية العربية، اللون الأحمر لون الدم، ولذلك نحن راياتنا في التاريخ الإسلامي رايات الخضر، وهي التي تغنى بها الشعراء، وهي التي كانت الرايات الإسلامية. والراية الموريتانية في يعني الرموز الموريتانية في 1958 في مؤتمر ألاق المشهود، لأنه عندنا عنصر زنجي غير عربي وعندنا عنصر عربي، فالتقوا على أنه هذه ليست جمهورية عربية وليست جمهورية إفريقية، بل ما يوحدها هو الإسلام شعارا ومنهجا، ولذلك سميت الجمهورية الإسلامية الموريتانية، شعارها أخضر ونجمة وهلال واسمها الجمهورية الإسلامية. فهذا كان اتفاق. في اعتقادي أن استدرار شعارات من خارج منظومتنا الثقافية ترمز إلى اللون الأحمر وإلى آخره، وتشويه بها أو تلطيخ في الحقيقة بها العلم الموريتاني في هذه الفترة، هو أمر يعني خطل في التدبير في اعتقادي، ومحاولة لوضع النظام بصماته قبل المغادرة على الحياة السياسية في موريتانيا، أو على 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 على, على, على الثوابت لكي، وهذه أمور يمكن أن سيضمنها له التاريخ، لأنه في النهاية الرجل اسمه موجود ووقع به القانون إلى آخره، وكان يكفي الأمر كذلك. وأعتقد أن هذا التغيير غير الإجماعي شعبيا مرفوض، شعبيا هذا التغيير مرفوض عند الطبقة السياسية المعارضة وحتى الطبقة السياسية الصامتة، زي ما تقولون أو يقول إخواننا المصريين حزب الكنبة يرفضها. شوف، هو هذا السؤال أعمق من أن يجاب عليه بكلام سطحي. السؤال في بنيته يطرح سؤال آخر، هو ما مدى قيمة الاحتجاج البرلماني والاحتجاج الشعبي لدى من يحكموننا؟ في فرنسا أعلن أولاند أنه سوف يغير الدستور مواد تتعلق بالأجانب لتشديدها، خرج ربع مليون فرنسي
في الشوارع واستقالت وزيرة العدل، فعاد أولاند عن التعديل عندما وجد أن بعض السياسيين المؤثرين يرفضون هذا الأمر وأن الشارع ضد هذا الأمر، لذلك راح تراجع، لأن في فرنسا في المنظومة الديمقراطية هنالك احترام لأجساد المواطنين وهم يخرجون ويملؤون الطرقات، وهنالك تأثير لواقع أقدامهم على الطريق وهم يسعون احتجاجا، هنالك تقدير لأنه فئة هائلة من المواطنين ضد هذا الأمر. أما في البلاد التي تحكمها المنظومة العسكرية فالمهم فيها هو الكتيبة الرئاسية التي أوصلت فلانا إلى السلطة، وليس المهم فيها ما يملأ الشوارع من الناس. ولذلك تجد أن نحن نطلع 60,000 في موريتانيا هي زي 10 ملايين في مصر، لأنها يعني نسبة هائلة إذا ما قرنت بساكنة العاصمة نواكشوط، ونعمل احتجاجات والبرلمان والآخر، كل هذا لا قيمة له، لأن النظام دائما أي نظام يحترم الوسيلة التي وصل بها إلى السلطة. عندما يصل السلطة بوسيلة شعبية فيحترم الشعب، عندما يصلها بالرصاص والبنادق فهو دائما يعول على هل المنظومة التي أوصلته لا تزال بخير أم لا. الحقيقة أنا لست من الذين يعولون على الأمم المتحدة ولا على الاتحاد الأوروبي ولا على ولا على المنظومة الغربية. هو فعلا الوضع محتقن في موريتانيا، هنالك مشاكل كبيرة، لكن الدول الغربية المنظومة الغربية عموما منظومة منافقة، ومن ضمنها الأمم المتحدة، هي منظومة لا تحب لأوطاننا الديمقراطية ولا الحياة الهادئة، هي تسعى إلى تفجير الأوضاع في أي بلد لكي يتاح لها من خلال توزيع الميراث من بعد ذلك أن تأخذ أغلب ما بالكعكة. مرة كنت أتحدث مع أحد السفراء الغربيين بعد الانقلاب، كان الانقلاب، قال لي نحن لم نرى أحدا ضد يعني حراك ضد الانقلاب. قلت له ما هو الحراك إذا لم يكن رئيس الجمهورية المنتخب ضد الانقلاب ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان ومجموعة الأحزاب المؤثرة وعشرات على الأقل الآلاف تخرج في المظاهرات؟ قال لي لم نجد دماء سالت في الطرقات، فهم لا يتحركون إلا عندما تسيل الدماء، ورغبتهم لوجود الدماء، لأن رغبتهم عندما تسيل الدماء زي ما هو حاصل الآن في سوريا أو ليبيا أو اليمن، هذه الوضعية الجيدة بالنسبة إليهم تدمير هذا المارد، تدمير مقدراتنا ومكتسباتنا، فيصبح شعبنا بقرا حلوبا وصيدا في شباككم سمينا فتبنون الحضارة في رباكم وفوق ظهورنا نبني ديونا. هذه الوضعية الجيدة عندهم. شوف، موريتانيا دولة مستقلة واستقلالها له من ثوابت التاريخ ومن شواهد الواقع ما هو كاف لتجاوز اعتبار موريتانيا وجودها وجود صدفة. وبودنا كأصحاب رأي أن تكون لموريتانيا سياسة مستقلة لموريتانيا، وجهة نظر في الإشكالات المحتقنة أو المتفجرة أو الملغومة في المنطقة كافة، يجب أن تكون لنا فيها مواقف خارجة من مصلحتنا كموريتانيا ومن رؤيتنا الحقيقية لهذه الأوضاع. هذه الرؤية يجب أن تكون واضحة في علاقاتنا مع جيراننا وخصوصا جيراننا الكبار الجزائر والمغرب، ويجب أن نقنعهم مع بعض بغض النظر عن جودة علاقاتنا اليوم مع المغرب أو جودة علاقاتنا غدا مع الجزائر أو العكس. يجب أن نقنع الجميع بأننا لدينا رؤية ولدينا مصلحة، نغلب رؤيتنا في البداية ونغلب مصلحتنا على مصلحة الآخرين. موريتانيا أعلنت منذ أواخر السبعينيات بأنها تقف من هذه القضية المحتقنة، يعني موقف الحياد، وأعتقد أنه هذا الموقف هو أقل ما يمكن لموريتانيا في هذه في ظل تجاذب دول كبيرة مثل المغرب والجزائر لهذه المنطقة، ويجب أن نحافظ على شعرة الميزان في علاقاتنا وأدائنا السياسي في هذا الأمر. النظام السياسي الحالي في موريتانيا هل ما زال يحافظ على هذا الميزان المعتدل في العلاقة بين الدولتين الجارتين المغرب والجزائر؟ التقييم الدقيق
يحتاج إلى وجود المعلومات، معلومات مؤثرة في حقيقة المواقف والتوترات. وعادة الدول العربية لا تتمتع بالشفافية الكافية لوجود أمثالنا في المعارضة على لوجود لحصول أمثالنا في المعارضة على المعلومات الدقيقة كي نبني عليها تقييما في هذا الموقف أو ذاك. ولكن أعتقد أن نحن بحاجة ولدينا ما نستطيع أن نقدمه لجيراننا مع المحافظة على مواقف مبدئية ومواقف تعتمد المصلحة الكلية للشعب الموريتاني ولجوار الدولة الموريتانية. هو يجب أن نفكر في طريقة لإذابة هذه المشاكل. المشاكل ستظل متفجرة ما لم نبني مغرب عربي كبير تذوب فيه الفوارق وتذوب فيه الحدود ويتنقل فيه المواطنون والبضائع بشكل سلس. وكما تعلم الآن العصر عصر التجمعات الكبيرة، الأوروبيون يتجمعون. ونحن عندما ننظر إلى 4 وزيادة مليون في موريتانيا و40 مليون في الجزائر وقرابة ذلك بالمغرب و8 في تونس وليبيا، سنجد أنه يدوبنا ممكن نحصل قرابة 90 مليون تقريبا أو 100 مليون هي ستكون في رأيي عندما نقيم سوق مشتركة وننزع الحدود. سوف تذوب كل المشاكل والفوارق وسوف يصبح المواطن عندما يتنقل بالبطاقة مثل ما هو حاصل الآن في الدول الخليجية سوف يحس بأن المشاكل ستذوب مع الوقت. للأسف الثورة المضادة تحمل خطاب جاهل وخطاب غبي جدا تصدره، تقول خلال سنة من حكم مرسي لم نجد أن الحياة قد تغيرت كما حصل بتركيا أو البرازيل، ولم نجد أن المواطنون أصبحوا سعداء. العكس، أنا سمعت حتى أقل من هذا، سمعت هذا الكلام بعد 3 أشهر من حكم مرسي. وهذا للأسف جهل بالتاريخ وقاع التغير الاجتماعي في حياة الشعوب. الثورة الفرنسية عندما قامت وهي التي يمجدها العالم كله يرى أنها أيقونة التحرر وبناء الدولة العصرية الحديثة بحرياتها واقتصادها وأسواقها الحرة، هذه الثورة عاشت قرابة أزيد من 80 سنة من التوتر والانقلابات وقصة نابليون وقصة عودة الملك 17 و18 بعد 16 الذي تم شنقه هو وزوجته وقتل رئيس الوزراء الثورة الذي كان أيقونة الثورة ورئيس البرلمان، والتشدد الذي طبع الثورة بعد عشريتها في عشريتها الأولى، والمحاكم والمجازر التي كانت تحكم على الناس بمجرد التهمة والمقصلة قصتها معروفة. بمعنى تقولون أن الربيع الديمقراطي سيرورا لا يمكن هزيمته بهذا؟ أنا أعتقد أن كان بالإمكان أن يكون الانتقال في الدول العربية أقل كلفة مما حصل في فرنسا وغيرها في الثورة الفرنسية وغيرها، لأنه وجدنا مجتمع منسجم. القوة الثورية كانت أكثر حكمة وكانت أكثر استعداد لمنطق الإصلاح وليس منطق قلب الطاولة والثورة كما فعل الإيرانيون. للأسف الشديد يبدو أن فعل الخميني، وبالنسبة إلي طبعا ليس قدوة ولا أسوة، يبدو أن فعل الخميني هو المشجع عربيا عندما جاء فقتل 40 من الجنرالات وبدأ يسفك في الدماء حتى استطاع أن يركز حكم الشعب الجديد الذي أوصله إلى السلطة. عندما نجد أنه كل الحركات الإسلامية التي تمثل حركات إسلامية طبعا الوسطية المقبولة شعبيا التي تعيش في الأحياء ويداوم أفرادها بالصباح بالمكاتب وبالمساء يصلون في مساجدهم وينشطون اجتماعيا، وهؤلاء أقوى من القنبلة الذرية، وهؤلاء أكثر تركيزا من الجماعات المسلحة بكثير لأنهم جزء من كينونة المجتمع وأقنعوا بنشاطهم السلمي، هم جزء من نسيج الناس لا يمكن اقتلاعهم من هذا الوسط الذي يوجدون فيه، والسلميتهم وقانونيتهم واجتماعيتهم هي النقاط المؤثرة وقوتهم في داخل هذا المجتمع. هذه الحركة عندما جاءت بتفكير إصلاحي ترميمي وليس بقلب الطاولة، ولذلك نجد أنه مرسي
عين وزير الداخلية من وزارة الداخلية، عين وزير الدفاع من وزارة الدفاع، من نفس الجنرالات اللي كانوا موجودين، لم يبحث بعيدا عن منطق القيادة في ضابط متدين أو وطني جيد، وهذا أمر كان بإمكانه أن يفعل ذلك. التوانسة نفس الشيء، لم يقوموا بعزل مدير التلفزيون، يعني واكبوا الموجود وحاولوا انعطافة أو استدارة عن بعد من خلال زاوية تقريبا شبه مفتوحة، ولكن في الحقيقة يبدو أننا لا نمتلك بالمقابل كإسلاميين في المجتمع الليبرالي وفي القوى السياسية الأخرى، يبدو أننا لا نمتلك نظيرا يؤمن بالديمقراطية. نمتلك مجموعة من عباد المصالح، مصالح الثروة ومميزات السلطة، وهؤلاء ليسوا مستعدين لفقد هذه المميزات حتى ولو كانت على رقابهم. يبدو أن الإسلاميين لم يحسبوا حسابا لأمرين أساسيين في الماضي. واحد، لم يحسبوا حساب مستوى، يعني الخلفية الثورية لديهم يبدو أنها كانت ضعيفة، ولذلك في مجال التغيير لم يقوموا بعد أن سودهم الشعب، لم يقوموا بخطوات تضمن أن يديروا المسؤولية التي أعطاهم الشعب في مصلحته، ولذلك كان هنالك مستوى من التفريط تحت شعار الحكمة والاعتدال والطيبة ومواكبة الموجود. الأمر الآخر، يبدو أننا لم نحسب حسابا، الحساب الحقيقي لحزب جديد أيديولوجي أخبث وأخطر من الأيديولوجيات التقليدية يسارية ولا قومية ولا غيرها، لأن على الأقل هذه الأيديولوجيات لديها أفكار، ليست عدمية في التفكير. أما حزب المصالح فيبدو أنه أشرس وأخطر، هذا الحزب الذي يتقوى بالمال والنفوذ والسلطة وليست له أي عقيدة إلا اللحظة. رجل أعمال يريد أن يربح اليوم، لا يعنيه أن يربح أبناؤه من بعده، لا، هو يريد الآن. ولذلك هؤلاء قاوموا بشراسة فجروا بلادهم إلى مثل هذه الفتن وهذه الدماء. في رأي حزب تواصل، رغم المشاكل نجح نجاحات باهرة في إيجاد بنية تنظيمية مؤطرة في عموم التراب الموريتاني، وقل أن يكون له مثيل في الأحزاب الوطنية في سعة الانتشار ونوعية ذلك الانتشار، أيضا الشباب والنساء المثقفين والراشدين وأصحاب الرؤية. وأيضا حزب تواصل استطاع أن يبني خلال الفترة الماضية سلة من الرؤى المكتوبة التي تجيب على تقريبا جميع الإشكالات أو الإشكالات الوطنية الأساسية مؤطرة موجودة ومؤطر عليها أيضا داخل الماء. أيضا أوجد خطاب سياسي حياتي يتحدث عن مشاكل المجتمع السياسي والثقافي والاجتماعي والمعيشي اليومية للناس، وهذا ما أجاب بشكل مقنع على ما كان يشكك به البعض، أن الإسلاميون عندما ينجحون سوف يجمعون الناس على المصاحف فقط وينتظرون، يتركون للرب الكنسي بين قوسين أن يحل مشاكلهم غيبا. هذه نجاحات مع غيرها، نجاح مهم جدا أيضا ونجاح المشروعية ومشروعية المنهج وشرعية الأفراد. كان لدينا مرشح للرئاسيات، كان خطاب متميز، كان لدينا نواب، كان لدينا وزراء في المرحلة الماضية، أطر مديرين كلهم أثبتوا كفاءة ونجاعة في إدارتهم للشأن العام. هو مقبل على 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 مؤتمر بكل تأكيد، مؤتمر يمثل نقطة إن شاء الله مضيئة في تاريخه، لأنه وليست سهلة ولا بسيطة، لأنه الآن شبه التوجه اللي موجود أنه الرئيس جميل منصور بمميزات شخصيته وكفاءته المتعددة، ورغم أنه مازال في الخمسينات من عمره سوف يعني يغادر رئاسة الحزب، وهذا ما يطرح سؤال عن التوجهات القادمة. أنا لا أحبذ قضية البدائل، لأني أرى أن الكارثة في الوطن العربي هي مشكلة ارتباط ذهنيتنا بفلان. يعني مبارك كان يقول لهم ليش ما يسألوه ليش ما عينت نائب الرئيس، يقول لهم والله أنا لسه ما شفتش الرجل المناسب، ده أنا عاوز أشوف. يعني مين حضرتك عشان تشوف في 100 مليون مصري عباقرة كلهم ما فيهم غيرك؟ يعني أنا لا أريد حصر مشكلة التواصل أبدا في البدائل، البدائل موجودة، والبدائل بالنسبة إلي خارج
البدائل بالنسبة إلي أيضا خارج الأسماء المألوفة، خارج أسماء اسمي والله اسم الأخ الرئيس جميل والله غيرنا من الأسماء الأول اللي معروفة، لا خلي أي دكتور يا أخي، أي مثقف، أي إطار، خلي الساحة حرة من وصاية ذهن المسؤولين. الكارثة هنا وصاية أذهان المسؤولين أنه نحن لم نجد لكم من نرضاه. لا خلي يعني توني بلير طلع في المؤتمر ما كان حد يعرفه، لم يكن جزء من حزب العمال. الأخت اللي الآن مسؤولة بريطانيا لم تكن هي المرشحة الأساسية. الديمقراطية كفيلة بأن تقذف إلينا إلى الواجهة أشخاص أحيانا يكونوا سيئين، لكنها كفيلة أيضا بأنها تخرجهم وأن تأتي ببدائل أحسن منهم. وكارثتنا في الوطن العربي أن يجلس المسؤولين الأول ويقولوا نحن ليش لسه ما شفنا الشخص المناسب من حضرتكم عشان تكونوا أوصياء على أذهان الناس. أنا من خلالكم أحيي الشعب المصري العظيم وأحيي ثورته حيث لا يملك إلا الإيمان إلا الضمائر، ويعني أشد على أيديهم في مقاومة العسكر والطغيان والإجرام. وأقول إن الأمة إذا تشبثت بحقوقها وبذلت ما يستحق، كنت دائما أقول رغم أنني تنبأت بالثورات العربية في الاتجاه المعاكس قبلها بثلاثة أسابيع، ولكن كنت أقول إن ثمن مصر ليس هو الذي رأيناه. مصر أكبر من أن يكون ثمنها بالنسبة للأمة، عودتها إلى قطار الأمة وإلى وجهة الأمة الثمن فيها أكبر من مجرد انتخابات عادية. والأثمان دفعها الشعب الأمريكي من أجل أن تكون لديه أمة كبيرة زي أمريكا، ودفعها الشعب الفرنسي، ودفعها الألمان كي يصلوا اليوم إلى ما وصلوا، ودفعها البريطانيون في الحرب العالمية الثانية وما قام به تشرشل، وإلا لكانوا اليوم عبيدا للنازية. الأثمان لابد أن تقدم، وشعوبنا لعلها لابد أن تدفع من دمائها ضريبة لكي تحافظ بعد ذلك على السلم الاجتماعي إن وجدته. أنا لا أرى ما هو موجود اليوم شرا، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم بإذن الله تعالى.